كتير قوي من السيدات اللي هي اعمارها في العمر متقدمه، كبيره في العمر يعني، بنلاحظ ان هم مش بيقدروا يتحكموا في درجه في نزول البول. تمام. ده له اسباب اللي هي ايه؟ بصي، هو يعني احنا عملنا حلقه هنا قبل كده اتكلمنا بالتفصيل خالص في الموضوع ده، بس هو كومنلي كده احنا عندنا نوعين اساسيين. النوع الاولاني اللي هو الاستريس، ستريس يورينري انكونتيننس، اللي هو الاجهادي. السيده اللي ولدت كتير او ما ولدتش، الست اللي هي متعوده دايما تشيل حاجات تقيله، ستات مصر كلهم ربنا يبارك في صحتهم كلهم ولدوا كتير. دي حقيقه، دي حقيقه. النوع ده هو او السيدات دي كتير بيحصل حاجه اسمها سقوط مهبلي، يعني الرحم بينزل لتحت شويه، بينزل ككتله. الرحم تشريحيا له دور مهم جدا، هو سند المثانه، يعني المثانه والرحم يعتبروا جدار واحد او جدار ملازق في بعض. لما بينزل الرحم، المثانه من ورا بتتدهور، بتتقلب لورا شويه، فبتبقى المريضه تيجي تتبول ما بتنزلش ميه كلها. خلاص. طيب ده بتيجي بعد كده بقى واحده واحده واحده، يبدا الصمام بتاع البول يضعف من كتر ما الرحم بيشد المثانه، فتيجي الست دي كحه، تعطس، تضحك، تلاقي الميه بتنزل. خلاص. دي انا بنصحها لو الموضوع في اوله، هي بس بتتبول وهي على نظام السوري يعني البلدي، اللي هو مش القعده الافرنجي. تمام. لكن الموضوع تطور بقى او عدى المرحله الاولى او بقى السقوط المهبلي المحترم، دي حلها جراحيا لان هي مش هتقدر تكمل كده. ده النوع الاولاني. النوع الثاني، وده بقى الكومن ومش بس بيجي للكبار في السن، هو بيكتر في الكبار في السن بس بيجي من بدري شويه، الارج او الملح، اللي هو الارج يورينري انكونتيننس او السلس البولي الملح. السلس البولي ده نوع من الهياج في المثانه او المثانه العصبيه، ده ممكن يجي من غير سبب خالص، ممكن يجي لحد بسبب الالتهابات المستمره او المتكرره في المثانه، ممكن يجي بسبب مرض السكري، ممكن يجي بسبب بعض الادويه اللي هي بتاخدهم. الفكره ان المريضه بتبقى قاعده عادي بتتكلم، مفيش اي مشاكل، ومره واحده تقوم الميه ضغط عليها مرة. وده بيبقى حله علاج دوائي مش حلول جراحيه في اغلب الاحالات. اقصى طيب. حالات بتحتاج ايه، نعمل حقن في المثانه او حاجه زي كده. طيب الدكتور، يعني سؤال سريع جدا كده، لو انا ما عنديش مشكله في البروستاتا، تمام تمام، وفجاه جات لي قصور في الكلى او عندي مشكله في الكلى، تمام، هل ده ممكن يعمل علاقه عكسيه ويضر بالبروستاتا؟ لا، ولا هي البروستاتا هي اللي توصل للكلى؟ العكس. انا حبيت اسال السؤال ده يعني. طيب.